مرحبا طلابي في الصف الرابع. اليوم عندي شرح لوحدة جديدة وهي وحدات الوقت. الدرس الأول اسمه حساب الفترات الزمنية. الهدف من هذا الدرس يتعرف الطالب على كيفية حساب الفترات الزمنية في الساعات والدقائق. عندي هون ملاحظات مهمة لازم الطالب يكون عارفها. تأكد من قدرة الطالب على قراءة الساعة ذات العقارب، أخذناها بصف الثالث وأخذناها في اللغة الإنجليزية. عندي هون الساعة مقسمة إلى 12 جزء، وكل جزء إذا حسبناها في عقارب الدقائق عبارة عن 5 دقائق. توضيحهم بشكل رسم الساعة، الساعة مقسمة من 1 إلى 12، إذا حسبناها في عقرب الدقائق بين رقم ورقم في 5 دقائق، إذا حسبناها في عقرب الساعات بين رقم ورقم هو عبارة عن ساعة كاملة. لما يكون العقرب على رقم 12 بنحكي هون إنه الساعة مثلا الثالثة تماما، لأنه كملت هون ساعة كاملة فصارت الثالثة تماما. لما تكون على الواحد نحكي وخمسة دقائق، على عشر على اثنين نحكي وعشرة دقائق، على الثلاث وربع أو 15 دقيقة. هون لاحظ إنه أنا قسمتها على شكل دائرة عشان أوضح لك إنه هذا صار ربع دائرة، فعشان هيك بنحكي عنها وربع. على 20 وثلث، على الأربعة عفوا بتصير 20 دقيقة، أو بنحكي ساعة مثلا الثالثة والثلث. على الخمسة 25، أو النصف إلا خمسة. على 6:30 بتصير أو 30 دقيقة. لما تكون العقرب الكبير على 7 بنحكي 35 دقيقة، أو النصف وخمسة دقائق في 5 دقائق. هون على 40 إلا ثلث، على 8 بنحكي 40 دقيقة إلا ثلث. لاحظ أن هنا الأربعة والثمانية عكس بعض، الأربعة وثلث، الثمانية إلا ثلث، التسعة عكس الثلاث، هون وربع، هون إلا ربع. وعندي على 10 50 دقيقة أو إلا 10، على 11 55 دقيقة أو إلا 5، وعلى 12 هي 60 دقيقة، فبنحكي عنها تماما لأنه بس تلف لفة كاملة رح تكون الساعة أو مرت ساعة كاملة. مرحبا طلابي في الصف الرابع. اليوم عندي شرح لوحدة جديدة وهي وحدات الوقت. الدرس الأول اسمه حساب الفترات الزمنية. الهدف من هذا الدرس يتعرف الطالب على كيفية حساب الفترات الزمنية في الساعات والدقائق. عندي هون ملاحظات مهمة لازم الطالب يكون عارفها. تأكد من قدرة الطالب على قراءة الساعة ذات العقارب، أخذناها بصف الثالث وأخذناها في اللغة الإنجليزية. عندي هون الساعة مقسمة إلى 12 جزء، وكل جزء إذا حسبناها في عقارب الدقائق عبارة عن 5 دقائق. توضيحهم بشكل رسم الساعة، الساعة مقسمة من 1 إلى 12، إذا حسبناها في عقرب الدقائق بين رقم ورقم في 5 دقائق، إذا حسبناها في عقرب الساعات بين رقم ورقم هو عبارة عن ساعة كاملة. لما يكون العقرب على رقم 12 بنحكي هون إنه الساعة مثلا الثالثة تماما، لأنه كملت هون ساعة كاملة فصارت الثالثة تماما. لما تكون على الواحد بنحكي وخمسة دقائق، على عشر على اثنين بنحكي وعشرة دقائق، على الثلاث وربع أو 15 دقيقة. هون لاحظ أنه أنا قسمتها على شكل دائرة عشان أوضح لك أنه هذا صار ربع دائرة، فعشان هيك بنحكي عنها وربع. على 20 وثلث، على الأربعة عفوا بتصير 20 دقيقة، أو بنحكي ساعة مثلا الثالثة والثلث. على الخمسة 25، أو النصف إلا خمسة. على 6:30 بتصير أو 30 دقيقة. لما تكون العقرب الكبير على 7 بنحكي 35 دقيقة، أو النصف وخمسة دقائق في 5 دقائق. هون على 40 إلا ثلث، على 8 بنحكي 40 دقيقة إلا ثلث. لاحظ أن هنا الأربعة والثمانية عكس بعض، الأربعة وثلث، الثمانية إلا ثلث، التسعة عكس الثلاث، هون وربع، هون إلا ربع. وعندي على 10 50 دقيقة أو إلا 10، على 11 55 دقيقة أو إلا 5، وعلى 12 هي 60 دقيقة، فبنحكي عنها تماما لأنه بس تلف لفة كاملة رح تكون الساعة أو مرت ساعة كاملة. ملاحظة بس، إذا أنت ما بتعرف تحسب الدقيقة كم أو تقرأها بشكل صح، تقدر تضرب الرقم بالخمسة، العدد هذا في 5. مثلا العقرب الكبير على رقم 1، 1 ضرب 5 5. نجرب، 3 ضرب 5 15، 6 ضرب 5 30، 7 ضرب 5 35، 11 ضرب 5 55. إذا نقدر أو نستطيع قراءتها عن طريق ضرب جدول 5. وتذكير بمعلومات مهمة، الساعة عبارة عن 60 دقيقة، الساعة عبارة كاملة،
عشان تلف من الثلاث مثلا للأربعة لازم تلف 60 دقيقة كاملة. النص ساعة، هي النص ساعة هي عبارة عن 30 دقيقة، الربع ساعة هي عبارة عن 15 دقيقة، والثلث ساعة عبارة عن 20 دقيقة. أنا راح أشرح طرق حساب الفترات الزمنية بحساب الدقائق عن طريق الدقائق. إذا كان عقرب الدقائق يشير إلى العدد 2 وتحرك إلى العدد 6، فكم يكون الوقت المستغرق؟ عندي بهاي الساعة وضحت أن وقت البدء كانت الساعة 7:10 أو الكبيرة كانت على 2. كيف بكتبها بالأرقام؟ 7 وهون الفاصل الزمني بينهم رقم 10، إذن 7:10. وقت الانتهاء كان الساعة 7:30، يعني نفس الساعة بس هي التغيير صار بالدقائق. كم الفترة الزمنية بين وقت البدء ووقت الانتهاء؟ في عندي أكثر من طريقة أو 3 طرق لحساب الفترة الزمنية. الطريقة الأولى هي عبارة عن القفز بخمسات حتى يصل العقرب معك إلى رقم 6. كيف يعني القفز بخمسات؟ يعني 5 دقائق. عندي هون بين رقم 2 للرقم إحنا نوصل عند 6. كيف نقفز خمسات؟ يعني 5 دقائق. 1 2 3 4، كل واحدة فيها 5. 5 يا إما تجمعهم أو تضربهم بالعدد بالتكرار. 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 5 = 20، أو 1 2 3 4، 4 × 5 عبارة عن 20. إذن عبارة عن 20 دقيقة الوقت المستغرق. ممكن كمان نعد بالقفز بالعشرات. كيف يعني بالعشرات؟ نفس الرقم من عند رقم 2 بس نقفز 10 10 10 دقائق مع بعض. كيف العشرة اللي هي عبارة عن 5 و5 10، فعشرة 20 لعند الستة هي 20 دقيقة. بيطلع عندك نفس الجواب بالطريقتين، اما تقفز قفز خمسات او قفز عشرات. في طريقة ثالثة هي عبارة عن حساب الفترة الزمنية عن طريق العملية الوقت المستغرق يساوي وقت الانتهاء ناقص وقت البدء. عندنا هون وقت الانتهاء البدء كان الساعة 7:10، وقت الانتهاء 7:30. بنحط وقت الانتهاء بالأول 7:30، ووقت البدء تحته اللي هو 7:10. بنعمل عملية طرح، طبعا بنطرح الدقائق من الدقائق والساعات من الساعات. 0 - 0 = 0، 3 - 1 = 2، بننزل الفاصل الزمني. 7 - 7 عبارة عن 0. طلع هون عندي 20 دقيقة، نفس الجواب. حل تمارين الدرس صفحة 50 من كتاب التمارين. السؤال الأول: احسب فيما يأتي الفترة الزمنية التي استغرقها كل طالب في حل واجبه البيتي. أعطانا هون بالسؤال أسماء الطلاب، كل اسم مكتوب عنده وقت البدء ووقت الانتهاء من الدراسة. عندي 3 طرق حكينا لحساب الفترة الزمنية بين وقت البدء ووقت الانتهاء، إما العد بالخمسات يعني 5 دقائق، أو العد بالعشرات أو عشر يعني 10 دقائق، أو الحساب الزمني اللي هي عملية الطرح بوقت الانتهاء ناقص وقت البدء. 3 طرق صحيحة. عندي أحمد هون بلش الساعة 6:00 تماما وانتهى من الدراسة الساعة 6:45. إذا بدنا نحسبها عملية طرح، نكتب 6:45 وقت الانتهاء ناقص 6 وقت البدء، بيطلع عندي 45 دقيقة. ممكن نحسبها بالخمسات، إنه من عند 12 من هون بنعد 5 5 10 15 20 25 30 35 40 و45. إذا الإجابة عندي 45 دقيقة. ممكن نكتبها بالعربي أو نكتب اختصار باللغة الإنجليزية. بيان: بلشت الساعة 7:10، انتهت الساعة 8:00 تماما. كم الفترة الزمنية المستغرقة بين وقت البدء ووقت الانتهاء؟ نستطيع أو نقدر نطرح وقت الانتهاء من وقت البدء، أو العد بالعشرات أو العد بالخمسات. رح نعد بالعشرات هون من 2 - 4 هي 10 دقائق، يعني 5 و5 = 10، 10 20 30 40 50 دقيقة. إذن الإجابة 50 دقيقة. عندي علي كمان نفس الإشي، ممكن عد بالعشرات. عندي ألاء وهناء وناصر، يعني تستطيع العد بالعشرات أو بالخمسات أو طرح
وقتين الوقت البدء من الانتهاء، الانتهاء من البدء. أنا هون راح أشرح لك واحدة عن طريق الطرح. مثلا عندي هون ألا وقت الانتهاء كان الساعة 7. لاحظ معي يا رابع، هون تعدت 50 دقيقة، 1 2، إذا 52 دقيقة. إذا هون كان وقت الانتهاء الساعة 6:52. وقت البدء كان الساعة 6:05. نطرحها من بعض، 6:52 ناقص 6:05، نطرح الدقائق من الدقائق والساعات من الساعات. 2 ناقص 5 لا يجوز، لأنه رقم هاد أكبر منها أصغر منها، فرح أستلف واحد من الدقيقة اللي جنبها. هون رح تصير 4، وهون بتصير 12. 12 ناقص 5 7، 4 ناقص 0 4، بنزل الفترة الفاصل الزمني، وستة ناقص 6 0. كم طلع عندي هون؟ 47 دقيقة. 47 دقيقة. أكمل حل التمارين. هاي الحل كامل. الحد الثاني، احسب فيما هي الفترة الزمنية التي قضاها كل شخص في العمل التطوعي. الشخص الأول كان وقت البدء الساعة 8:15 وانتهى الساعة 5:25. كم الوقت المستغرق بين 8 و5؟ رح أحسب بالساعات 8:15 لـ 9:15 لـ10:15 لـ11:15 لـ12:15 لعند ما حد ما أوصل لـ5:15. طيب من 5:15 هو انتهى الساعة 5:25، في 10 دقائق زيادة. إذا رح أحسب كم ساعة قضاها؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا قضى الشخص الأول 9 ساعات و10 دقائق العمل التطوعي. إذا فهمت كيف الطريقة، يعني كيف تحسبها تزود الساعة، اكمل حل الاثنين هدول وبعت لي الحل. عندي السؤال اللي بعده. ذهب قيس وأخته زينة إلى بيت جدهما، وقد وصل البيت الساعة 2:02 ظهرا، وغادرا الساعة 5:45 مساء. احسب الفترة الزمنية التي قضاها قيس وزينة في بيت الجد. طيب عندي هون الفترة الزمنية وقت الانتهاء كان الساعة 5، أو وقت المغادرة 5:34 ناقص وقت الذهاب أو البدء عندي هون الساعة 2:02. لو بدي أطرحها من بعض، 3 ناقص 2 1، 4 ناقص 0 4، فاصل الزمني 5 ناقص 2 3. إذن قضى عند بيت الجدة 3 ساعات.